السلام عليكم، مش راكم؟ راكم كامل بخير. اليوم حبيت نفيلم لكم شويه لقطات من اول يوم عيد. نطق قبيله درت لهم الخبز الفطير، يحبوا يشربوا به قهوه مع الصباح، يحبوه سخون، محبوش حاجه تاع الكاطو، حاجه حلوه. مي نطق قبيله درت لهم شويه خبز الفطير. انا درته هنا بليمول، قطعته. هذه الوصفه راني حطيتها من قبل، ونزيد نحط لكم الرابط تاعها في صندوق الوصف. راني نطيب فيه، راهو جد حطيته لهم مع حبيبة تاع الغريبية، شربوا به القهوة تاع الصباح، يجي هايل وريحته زين مع الصباح. تكون انا بديت نخمل في الدنيا ونرتب، وجدت لهم دوز اللي يسحقوهم في الذبيحه، ما بدي يخرجوا من الجامع. نوجد في الفطور، راني نقلي في البطاطا. ما تملحوهاش البطاطا كي تكونوا حتقليوها، خليو كي تقليوها وتكملوا باش تملحوها من الفوق. نحطوا لي جابوا لي الكبده، شللتها بالقطره تاع الخل، نشلوها. نزيد تشيله ثانيه، ونروح نقطعها لي ترونش. هنا راني بديت نقلي فيها، ما ديرولها والو لي زيبيس، درت لها انا غير فلفل الكحل وشويه تاع الملح. هذا ما كان، حنا دائما نهار العيد نديرو نص نخليوها نقليوها، ولا تحبوا تشويوها ونص نخليوها نديروها شرموله، نوعوا فيها هكذا. نقليها كامل من الجهتين، وزدت تقليت لي غونيون هذوك والقلب، نكمل كامل نقليها. جابوا لي الكرشه، كملوا ذبحوا، كملوا ذبيحه. نبداو بها، بسم الله. هنا كنت درت الماء يسخن، ندير له وحده لا ليفيغ، خميره كيميائيه. انا حقيقه ماشي عاودين نديرها، بصح شفت بزاف هضروا عليها وقالوا لي بلي مليحه، مي قلت نجربها وصح خرجت مليحه. شغل تولي تتقشر، طير لكم بيف في هذه الطبقه، شوفوا كيفاش تنحى. قالك تسهل في التنقيه تاع الكرشه. المهم نبقى نغطس فيها مره على مره، نغطس فيها في هذا الماء ما سخون، وما ديروهاش تشلوهاش دوكا بالعين، ما بارد خطر تكرسل لكم. هكذا نبدا نحي فيها بيدي، نقشر فيها ونغطس في الماء ما سخون، ونعاون ثاني بالموس حتى تنحنا كامل هذه الطبقه تاع الكرشه. نكرطها شويه هكذا بالموس، نعاون. حتى تولينا كامل بيضه، واذا برد لكم الماء زيدوا سخنوه نورمال. كملت كامل، نقيتها من هذيك الطبقه، نحيتها، شللتها، شوفوا كيفاش تولي بيضه هكذا. نروح نديروها في الكسكاس باش تقطر لنا، ونخليوها باش نستعملوها. تحبوا ديروها عصبان ولا ديروها بكبوكه، كل واحد كيف يحب يديرها. المهم راهي واجده. هكذا كان فطوري تاع اول يوم تاع العيد. قليت ذاك الكبده ولي غونيون. هنا طوماطيش كرفشتها ودرت لها الحر والبصل، زيت زيتون وشي ملح. هو لي غونيون والكبده مقليتهم. هنا تبسي تاع شلاضه وشويه تاع الفخيت،
والحمد لله. نقول لكم هذا هو نهار كيفاش جاز، تاخرت باش حطيتو، كنت مريضه شويه لظروف، هذا ما حطيت لكم شاركتكم معاكم، ونقول لكم بقى على خير.